فوائد للإمام ابن القيم. يقول ملخص هذا الكتاب وهو أحمد آل محمود: كتاب الفوائد للإمام ابن القيم من الكتب التي لا تمل قراءتها، أي لا يمل القاري من قراءة هذا الكتاب، ولا يسأم ولا يعتريه التضجر والتذمر من القراءة في هذا الكتاب الجم الفوائد. وفيه من التنوع ما يجعل القارئ أيا كان يجد له فيه بغية ومرادا. يعني هذا كتاب يحمل فوائد من أنواع مختلفة، وكل يجد فيه بغيته. ولما رأيت الكتب الجديدة الآن اختلفت صياغتها وطباعتها، وتهافت الناس على الجديد منها، أحببت أن أخرج كتاب الفوائد من الأرفف المخصصة للكتب القديمة، وأعيد كتابته بصياغة جديدة وعصرية. يريد أنه ينشر هذا الكتاب بأسلوب جديد وبلون قشيب، فاختصرته وأضفت له بعض التعليقات التي تربط كلامه بواقعنا المعاصر، وجعلت لكلامي لونا مميزا. يعني إذا كان شرحا من عند نفسه ميزه باللون الآخر. هو الكتاب بين يديك، افتح أي صفحة، تنقل كيفما تشاء واقرأ ما شئت، فالترتيب غير مقصود. يعني لا يراعى فيه الترتيب، اقرأ ما شئت، فإنك واجد فيه فوائد، لأن هذا كتاب ينبئ اسمه عن مضمونه، كتاب الفوائد. يقول رحمه الله في هذا الفصل الذي هو أول فصل في هذا الملخص: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. يعني إذا كنت تريد أن تملأ أي شيء بماء، مثلا تريد أن تملأ الإناء بماء، وجب عليك أن تفرغ ما في هذا الإناء من ماء كدر، ثم تستطيع أن تملأه بإناء صاف نقي طاهر. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. كذلك لابد لك أن تفرغ قلبك من العقائد الباطلة ومن العواطف السيئة، وهذا ما يقال بتعبير آخر التخلية قبل التحلية. يعني أولا لابد أن تقوم بالتخلية ثم تقوم بالتحلية، تخلي مما فيه من الضرر ومن المواد الباطلة، ثم تزينه بشيء جميل. كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه. هذه فائدة جليلة من الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني إذا كنت تملأ نفسك وقلبك ووقتك ونفسك بالباطل، فلا مجال لك للحق. فرغ من الباطل أولا ثم املأه بالحق. والسر أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه سبحانه.
ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد وأظن أنه في صحيح مسلم أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قلب أحد مفعما بحب الشعر والشعر غلب قلبه فأين يكون فيه موضع للذكر للقرآن وللتسبيح؟ امتلاء جوف أحدكم قيحا وصديدا ودما فاسدا حتى يريه أن يفسد قلبه هذا خير من أن يمتلئ شعرا. امتلاء القلب بالشعر الماجن الخليع والشعر الهازل الشعر الغزلي الشعر المادي هذا مفسد للقلب أكثر مما يفسده القيح والصديد. وهذا تجده واضحا عندما يريد الأب من ابنه المراهق هذا بلون آخر، فمعنى ذلك أنه من عند الملخص أن يسلك السلوك الطيب فيصعب عليه لأنه أهمله في الصغر حتى امتلأ قلبه بعكس ما يريد. لذلك وجب علينا أن إن أردنا أن نحافظ على أبنائنا ألا ننتظر حتى يمتلئ جوفهم بغير الحق، بل نملأه نحن بالخير فيأتي الشر فلا يجد مكانا له. بعد ذلك يقول للعبد ستر بينه وبين الله وستره وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بشهوة ساعة وما أكثرها؟ لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. فلا تسأل غير الله فليس دونه واسطة. لا تسأل النفع في الباطل، بل ابحث عن الفوائد في الحق. قال الإمام ابن القيم كلاما نفيسا عن آثار المعاصي منها قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، هذه مضار المعاصي والآثام. تحرم التوفيق ويكون رأيك فاسدا ويكون الحق قد استتر منك وخفي عليك، وفساد القلب ويكون قلبك فاسدا، وخمول الذكر وتكون خامل الذكر، وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة كسف البال، كل هذه تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأصداد هذه تتولد عن الطاعة، ومن منا ينكر ذلك؟
أشرف الأحبال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. يعني كن أمام الله، لا خيار لنفسك، هذا ما يقوله الإمام ابن القيم، لا تختر لنفسك بل فوض أمرك إلى الله. يقول هذا الملخص: من هنا جاءت الحكمة من صلاة الاستخارة وطلب الاختيار لك ممن هو أعرف بما يصلح لك حتى ولو بان لك غير ذلك، فحذاري أن تستخيره سبحانه ثم لا تأخذ باختياري، فأنت أقل من أن تختار لنفسك، ومن نحن بدون توفيقه سبحانه وتيسيره. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالتياسة. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. الله أكبر. يعني لا تشغل قلبك بالتفكر في إجابة الدعاء، هذا فوضه إلى الله، اجعل نفسك مستغرقا في الدعاء. وقع ثعلبان في شبكة، قال أحدهما للآخر: أين الملتقي بعد ملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. لا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. يعني يقول: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به. ما أمرت به؟ إنما أمرت بالعبادة، بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، بالتوكل عليه، ولا تشغله بما ضمن لك، يعني بالبحث عن الرزق والكد والإرهاق فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لك الرزق. نعم، علينا السعي ولكن بالجميل، بالمعروف، لا نجهد أنفسنا في البحث عن الرزق ولا نلهس وراءه كالكلب.
نعم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.